حياكم الله وأهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة سامراء الفضائية، ونحن نلتقيكم من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي الرياضي سامراء سبورت. اليوم راح تكون عندنا الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج اللي استمر لأكثر من 4 سنوات، ما يقارب 5 سنوات تقريبا استمر هذا البرنامج، ناقش الكثير من القضايا، خلى العديد من الحلول لقضايا وأمور شائكة كانت جدا ساهمنا في حلها، وهذا أكيد رسالتنا الحقيقية والهدف من هذا البرنامج. اليوم وصلنا إلى مسك ختام هذا البرنامج، إن شاء الله سيكون هناك انطلاقة جديدة لبرنامج جديد، هو برنامج بالتسعين أيضا يعنى بالرياضة العراقية وأهم المشاكل اللي تمر بيها، وأيضا هناك متابعات لآخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية، إضافة إلى أبواب ثابتة إن شاء الله تكون خفيفة، يعني نحاول أن نخدم بيها شريحة الشباب والرياضة في عراقنا الحبيب. إن شاء الله راح نتابع اليوم متابعات رياضية مهمة، لكن بعد ما نروح إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد أحبة المشاهدين. حقيقة متابعتنا الأولى لحلقة هذا اليوم هو المشكلة الكبيرة اللي تمر بها الرياضة العراقية، المتمثلة بالمشكلة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. هذه المشكلة احنا دائما العراقيين بصورة عامة دائما ما نقدر نحل مشاكلنا بيناتنا إلا أنه نشور غسيلنا على مرأة ومسمع الناس، ولهذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية هي الفيصل في تحديد من هو المقصر من خلال قراءة القوانين الحقيقية وحقية الوزارة في التدخل في بعض الأمور، وبالتالي تدخل حكومي بما يخص الأموال. هذا ما تحدث به وزير الشباب والرياضة يوم أمس السيد أحمد الرياض العبيدي من خلال ذهابه إلى لوزان والاجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. خلينا نشوف تصريح السيد الوزير بما يخص يعني سفرة لوزان اللي تحدث العديد من المتابعين عليها. اللجنة الأولمبية تقول كل القرارات اللي أجمعت عليها اللجنة الأولمبية الدولية هي تصف في مصلحة اللجنة الأولمبية. اليوم الوزارة بالعكس تتكلم أنه كل القرارات أو كل الأمور اللي شفناها هناك في لوزان هي تصب في مصلحة وزارة الشباب والرياضة، وأنه ماكو ضير من أنه تكون الحكومة هي متابعة لكل ما يجري في أروقة الرياضة العراقية، وخاصة بما يخص الأموال العراقية اللي تعطيها الحكومة للاتحادات واللجنة الأولمبية. خلينا نشوف تصريح وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمرة ما بدأناه قبل أشهر، انطلقت محاولة لأن يكون هناك آلية عمل جديدة في المجال الرياضي، خاصة في كيفية أن يكون هناك استقلالية حقيقية للرياضة العراقية، وأن تذهب الأموال للاتحادات وإلى الرياضيين المستحقيها بطريقة سلسة وجديدة. ممكن واجهنا بعض الصعوبات في البداية في كيفية أن نفهم أو ندخل هذا العمل للاتحادات، لكن حاليا كإجراءات عملية شرعت، لكن ما توقف هو كيفية أن يكون هناك توافق ما بين الرأي المحلي قرار الداخلي والموافقة الدولية. كان البعض يراهن على أنه هذه الإجراءات ستلاقي بعض التقاطعات وبعض الأعمال التي قد توقف الإجراءات التي تعيد للرياضة استقلاليتها، لكن اليوم الحمد لله نكمل مسيرتنا بعد أن نهينا سلسلة اللقاءات والمفاوضات في مقر اللجنة الأولمبية الجديد، وهو أول افتتاحة وأول مباحثات جرت على مستوى التاريخ أنه في المبنى الجديد هي كانت مباحثات العراق واللجنة الأولمبية العراقية، والإجراءات الحكومية التي اتخذت من أجل أن يكون هناك إعادة رسم الرياضة العراقية. الحمد لله وصل البشرى لكل الرياضيين بأنه اللجنة الأولمبية الدولية
كانت مطابقة تماما لكل الإجراءات العراقية، وافقت حتى على أنه في المستقبل ممكن أن يكون هذا الإجراء مستمر، ما ممكن أن نعود إلى الماضي. قد شرحوا أنه ما كان يجري في الماضي هو إجراء خاطئ، ما ممكن أن تكون اللجنة الأولمبية متحملة لكل أعباء الاتحادات وما يجري في أي دولة من الدول حتى وإن كانت العراق. لذلك تم الاتفاق أنه حاليا وفي المستقبل أن تكون آلية العمل بأنه الحكومة تكون لديها مراقبة حقيقية للمال ولديها آلية توزيع هي تتبنى نفسها من خلال لجنة مخصصة أو من خلال إعادة العمل وفق القانون من خلال وزارة الشباب أو من أي وزارة أخرى. اللجنة الحالية تم المطابقة عليها والموافقة، وسنكمل إجراءاتنا إن شاء الله عام 20 إن شاء الله سيكون هناك آلية عمل منطلقة من قانون الموازنة، بأنه سيكون هناك مال مخصص لكل الاتحادات وللأولمبية لكن تحت رعاية الحكومة وتوزيع الحكومة والدولة. هذا تم الاتفاق عليه المطابق عليه بشكل كامل، تم مناقشة القانون، كانت الإجراءات الأولمبية بأنه هناك رؤيتهم أنهم يفضلون أن يكون هناك قانون واحد جامع لكل الرياضة في العراق. أوضحنا لهم من خلال الأستاذ النائب ديار الذي كان له دور بارز في إبهام آلية العمل وآلية التشريع وآلية كيفية اتخاذ التصويت والقرارات، أفناهم تم إفهامهم بأن هناك ثلاثة قوانين، هذه القوانين الثلاثة هي التي تحكم الأندية والاتحادات، وحاليا نحن في طور تشريع قانون الأولمبية. بعثنا رسائل واطمئنان كامل بأنه سيكون هناك إن شاء الله تشريع لقانون الأولمبية خلال فترة أقرب ما يكون خلال هذه السنة إن شاء الله، وكذلك سيكون هناك تعديل لقانون الأندية ولقانون الاتحادات بعد أن نكمل إجراءاتنا مع الأندية والاتحادات ونأخذ صورة كاملة في كيفية أن يكون هناك قوانين تضمن استقلالية الأندية والاتحادات وتضمن لها حقوقها وتساعدها على أن تنطلق في عملها بدون توقف. الكل كان متفهم لهذه الرؤية ووافقوا على أن يكون حاليا أكثر من قانون، لكن يأملون أن يكون في المستقبل قانون واحد يجمع كل الرياضة العراقية. وعدناهم بعد أن نكمل تعديلات القوانين وأن يكون هناك قوانين منسجمة مع المواثيق الدولية والقوانين الاتحادات الدولية، سيكون هناك في المستقبل جمع لهذه القانون القوانين مع قانون وزارة الشباب والرياضة والقوانين الأخرى اللي هو قانون البارا أولمبية وقانون الرياضة المدرسية وقانون الرياضة الجامعية، كلها تجمع في قانون واحد، وكذلك سيندرج خلالها اللي هو كونغرس لفض النزاعات الرياضية، ويكون هناك أيضا لجنة لمكافحة المنشطات ومحاربتها. الحمد لله كانت النتائج ممتازة وجيدة جدا، كانت مطابقة كاملة لرؤية الحكومة مع اللجنة الأولمبية الدولية. كانت هناك بعض الاعتراضات من قبل اللجنة الأولمبية العراقية لكن تمت يعني معالجتها، والقرار النهائي أنه يمضي الأمر على ما هو عليه مع المطابقة. كانت هناك بعض الملاحظات حول المصادقة على الانتخابات والاعتراف بالانتخابات، بينا وجهة نظرنا كحكومة عراقية مع أن ما ممكن أن نتجاوز القضاء العراقي، القضية الحالية في القضاء العراقي، فإذا قال القضاء العراقي قولته بأن الانتخابات هي واقعا حقيقة فنحن مع القضاء العراقي، وإذا كان القضاء العراقي له رأي آخر أوضحنا بنحن مع القضاء العراقي. طلبوا بأن أنه الحكومة بعد قرار القضاء، وفهمنا بأنه القرار الأخير للقضاء بأنه كان يستند على أن الانتخابات أجريت على قانون 20، وفهمناهم بأنه لم تجري على قانون 20 بينما أجريت على لوائح داخلية، فلذلك هناك استئناف أو التمييز. طلبوا مني شخصيا بأنه أوقف الاستئناف أو التمييز من أجل أنه خلال هذه الفترة إلى حين أن نكمل إجراءات القانون، ومن بعدها بعد القانون سيكون هناك أي إجراء ممكن أن يخرج سيكون خلال القانون العراقي. وعادتهم أنا شخصيا كوزير ما ممكن أن أقدم يعني باسمي الشخصي، أنا ما ممكن أن أقدم أي شيء ضد هذا القرار، ولكن إذا كانت هناك رأي للحكومة أو رأي لأي جهة أخرى اللي كانت اتحادات أو أشخاص عادية للعراق، أنا ما ممكن أن معادي عفو داخل العراق
لقرارات اللجنة الأولمبية أو معارضين للمكتب التنفيذي الحالي، ما ممكن أن أقف بوجههم لأن هذا حق مشروع أن يلجأوا إلى القضاء العراقي، لكن أنا كشخص واحد ممكن أن أذهب بنفسي إلى أنه أطعن، أنا شخصيا ما راح أطعن، لكن ممكن أن يكون هناك طعن من جهات أخرى، لكن لا أوقف في هذه الإجراءات وهذه الطعون. طلبوا أن يكون الاعتراف بهذه الانتخابات إلى انتهاء لأربع سنوات، قلت هذا الإجراء نتركه للزمن وللقضاء العراقي ولما سيجري على الساحة العراقية خلال الأيام القادمة. تم التطرق على هل هناك تدخل من الحكومة بالاتحادات، أبلغتهم لو كان لدينا النية بالتدخل بالاتحادات لدخلنا من خلال الساعات الأولى ولأنهينا كل الأمور بسهولة من خلال أن يكون هناك انتفاض من خلال الأندية على اتحاداتها، ولكن أنا كشخص رياضي والحكومة العراقية ما ممكن أن تلي القوانين تجعل لها لي بأن تطوعها لما تريد. نحن نمضي مع القانون، نحن نمضي مع الانتخابات، ولكن أي اتحاد يريد أن يغير ويعدل المسار نحن لن نقف في طريقه. وضحت لهم بأنه أي اتحاد، وهناك أكثر من اتحاد وصل إليه طلبوا من عندي أن أتدخل في كيفية أن يكون هناك آلية عمل جديدة أو انتخابات جديدة، قلت لهم أنا لا أتدخل بشكل مباشر ولا يمكن أن أكون في طرف ضد طرف آخر، ولكن أي اتحاد يرى بأنه يريد أن يعمل لصالح رياضته أو يصلح يعمل لصالح اتحاده فنحن ما ممكن أن نقف ضد الصالح العام، نحن مع صالح أي إجراء يعدل من مسار الرياضة العراقية. هذه الرسائل وصلت بكل شفافية وكل وضوح للجنة الأولمبية، بينا لهم بأن المال العراقي هو ليس منا أو هبة نمن بها على اللجنة الأولمبية أو نمن بها على الرياضيين، هذا حق مشروع لرياضينا ولأبناء شعبنا، هو من ضمن حقوقهم أن يكون لديهم دعم ولو شيء بسيط من الحكومة العراقية لكي ينالوا الإنجازات التي يستحقوها والتي يطمحون إليها. فلذلك سنعمل في قادم الأيام أن تكون هناك خطط واسعة وإجراءات كبيرة من أجل أن نصحح العمل والمسار وأن نعتمد على أعمار مقاربة للأعمار الصغيرة من أجل أن ننطلق ببنية رياضية حقيقية، ولا ننسى المنتخبات الوطنية الحالية لأن لها استحقاقها في هذه الفترة حتى وإن كانت بعيدة عن الإنجازات، ولكن لن نقف عثرة في طريقها، سنوصل إليها ما تستحقه، ولكن سيكون لدينا إجراءات كبيرة جدا للأعمار. إذن اليوم أيضا طلع لنا النائب أو رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي السيد عباس عليوي بتصريح بما يخص المشكلة بين الوزارة وبين اللجنة الأولمبية، يتمنى أنه تنحل هاي المشكلة يعني في أقرب وقت. خلينا نشوف تصريح النائب عباس عليوي ومن ثم لنا عودة. قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بعد القراءة الأولى، لقد قطعت لجنة الشباب والرياضة شوطا كبيرا في الاستماع للآراء والمقترحات المقدمة من قبل المهتمين بالشأن الرياضي، وكذلك عملت لجنتنا جلسات حوار من خب وكفاءات الرياضية لها باع طويل في العمل الإداري واطلاع واسع في منهاج الميثاق الأولمبي الذي يعتبر القاعدة الحقيقية للجان الأولمبية المحلية، وكذلك عقدت لجنتنا بالتعاون مع جامعة بغداد كلية التربية والعلوم البدنية ورشة عمل تخصصية لمناقشة قانون اللجنة الأولمبية، وقدم أساتذة الجامعة ومعهم مجموعة طيبة من خبراء وقادة وأبطال رياضيين توصيات رصينة وأفكار نيرة بشأن مواد وفقرات القانون. وفي الوقت الذي نثمن فيه هذه الجهود الوطنية الخيرة وتجشم الكثيرين عناء السفر من إقليم كردستان ومن بقية المحافظات للإدلاء بدلوهم في قانون الأولمبية، نقول لهم نحن ماضون إن شاء الله إلى تقديم هذه الأعمال في تقرير مفصل إلى رئاسة مجلس النواب والتهيؤ إلى قراءة القانون قراءة ثانية لتعديل بعض ما جاء فيه والسعي لتضمين الكثير من التوصيات. ونحب أن نعلم الجميع بأن لجنتنا وضعت نصب عينها اللجنة الأولمبية الدولية حيث يتواجد هناك في سويسرا لوزان عضو لجنة الشباب والرياضة ممثلا عن البرلمان العراقي النائب ديار طيب برواري للاستئناس بآراء وأفكار الأولمبية الدولية من أجل أن يخرج القانون
اللجنة الأولمبية بصورة مقبولة محليا ودوليا. وفي النهاية نكرر شكرنا وامتناننا لكل الجهود التي عملت معنا ولا سيما الصحافة الرياضية ومنظمات المجتمع. إذن أحبة المشاهدين نتمنى أنه تحل هذه المشكلة بين الوزارة وبين اللجنة الأولمبية، لأنه الخاسر الأكبر والوحيد بها هي الرياضة العراقية، اللي نتمنى أنه نبدي يعني صفحة جديدة من الإنجازات، نبني لإنجازات جديدة للرياضة العراقية خاصة بما يخص الألعاب الفردية. يعني اللجنة الأولمبية الحق يقال يعني غائبة منذ فترة، يعني ما قدرت أنه تصنع لنا أي بطل بأي لعبة من الألعاب، خاصة الألعاب الفردية اللي دائما تعتمد عليها المنتخبات أو الدول. نروح لبعض الأخبار القصيرة والمهمة. أيضا عندنا راح يدخل نادي الرمادي في منافسات الدوري الحاسم المؤهل إلى الدوري الممتاز. طبعا اليوم نشوف محافظة الأنبار كلها تحشد كل الجماهير من أجل الوقوف خلف نادي الرمادي. خلينا نشوف محاضرة للسيد نائب محافظ الأنبار للشؤون الرياضية السيد صفاء الريشاوي، وهو يعني يشحذ الهمم من اللاعبين قبل الدخول في منافسات الدوري. دوري صعب، دوري حاسم، الفائز به راح يتأهل إلى دوري الممتاز مباشرة. إذن يجب أنه تذلل كل الصعاب أمام الفريق من أجل تحقيق هذه الأمنية، أمنية الجماهير اللي طال انتظارها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتوجيه من السيد محافظ الأنبار الدكتور علي فرحان حميد، اليوم زرنا الوحدة التدريبية لنادي الرمادي بعد انتهاء قرعة الدوري التأهيلي الحاسم للدرجة الممتازة، حيث كان نادي الرمادي ضمن مجموعة نادي الصناعة وسوق الشيوخ والكوفة. إذن كل التوفيق لفريق نادي الرمادي وهو يخوض معترك منافسات الدوري المؤهل إلى الدوري الممتاز. طبعا اليوم الآمال كبيرة وأكيد مبنية على هذا الفريق الشاب اللي عد الكابتن المدرب جمعة جديع. اليوم كل الجماهير الرياضية في محافظة الأنبار يعني تعقد الآمال على هذا الفريق أنه يعيد سمعة وتاريخ نادي الرمادي العريق اللي حقق إنجازات كبيرة في الدوري الممتاز، ويعني كان رقم صعب في الدوري الممتاز من يلعب مع الزوراء أو مع القوة الجوية أو مع الشرطة. الطلبة يحسبوا له ألف حساب، كان رقم صعب. إذن كل التمنيات لفريق نادي الرمادي بالعودة إلى الدوري الممتاز وهو مكانه الطبيعي بين الكبار. أحبة المشاهدين أيضا عندنا متابعاتنا الأخرى لحلقة هذا اليوم هو الدورة التدريبية بالكرة الطائرة اللي قامها الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة لمختلف المدربين من كل محافظات القطر وأيضا من العاصمة الحبيبة بغداد. خلينا نشوف مقتطفات من هذه الدورة ومن ثم لنا عودة. السلام عليكم. حقيقة هاي الدورة التدريبية التطويرة بالكرة الطائرة اللي يقيمها الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة من الفترة 23 إلى 25 حزيران. حقيقة هاي الدورة هي تطوير لقدرات كثير من المدربين اللي يعملون بالمحافظات وأيضا في بغداد، وهي مفتوحة لكل المدربين اللي يحبون يطورون قدراتهم في مجال التدريب. احنا الهدف الرئيسي من الدورة هو شون نوصل المعلومات للمدرب حتى نجيب لاعبين، شلون ينقذهم ويجيبهم الى اللعبه مالنا. اثنين، شلون المواصفات الزينه الممتازه، مواصفات اللاعب اللي يوصل بها الى مستوى افضل. يعني عندنا ثلاث مميزات، يجب ان يكون لاعب بطول معين جيد
وعنده قدرات عقلية مناسبة يقدر يفكر ويشتغل، وأيضا يحتاج إلى قوة القفز اللي هي واحدة من الصفات للاعب الكرة الطائرة، عنده يكون عنده قفز جيد جدا يقدر يشترك في المباراة ويوصل إلى مستويات دولية. هاي ثلاث مبادئ أساسية. المبدأ المهم جدا نريد لاعبين. الاتحاد عدة الدوري ماله 12 نادي، أربعة كبار أقوياء الباقين دون المستوى المطلوب، فإحنا نريد من عندهم لاعبين أكثر حتى للدوري مالنا يقوى، وبالتالي المنتخبات الوطنية تشارك على المستوى العربي أو الآسيوي أو تصفيات آسيا أو إن شاء الله مستوى الدولي، وسابقا عندنا مشاركات دولية وآسيوية. نريد هيك فرقنا توصل إلى هاي المستويات اللي نفتخر بها كعراقيين، وبالتالي يفتخر الاتحاد بوجود هذا ضمن خيمة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. شكرا جزيلا. طلب من عندي محاضرة لكرة طائرة معاقين، فأنا حبيت أحكي للمعاقين بس حبيت شوية هم ما أبتعد عن التدريب. عندي سؤال لأنه راح أعصب وراء راح أعوق لنهاية المحاضرة شوية أفكر بيهم، أريد أسألك لماذا يشتري الفريق؟ رأيك أنت كلاعب كمدرب كأستاذ ليش يشتري الفريق؟ السؤال الثاني شلون تبني فريق ناجح؟ شلون تبني فريق ناجح أنت كمدرب؟ هذا سؤالين خلينا ورا نص المحاضرة الثانية شوية نتناقش فيهم ونفتح الحوار. طبعا احنا السؤال شو تعرفون على انواع الكرة الطائرة؟ يعني غير الكرة الطائرة الشاطئية والاعتيادية مالها. إذا أحبة المشاهدين طبعا يعني هناك موضوع مهم أنه فريق نادي نفط ميسان انفرد بنقطة مهمة وهي إقامة المؤتمرات الصحفية قبل كل مباراة يخوضها فريق نفط ميسان اللي كان الحصان الأسود للدوري الممتاز في هذا الموسم، حتى أنه يقف حاليا في المركز الخامس متنافسا وبقوة على المركز الرابع. خلينا نشوف يعني تصريح الكابتن راضي شنيشل بما يخص إقامة المؤتمرات الصحفية أسوة بباقي الدوريات العربية. احنا اليوم نطالب انه تكون هناك مؤتمرات صحفية في كل مباريات، ليش بس مباريات نفط ميسان وبعض المباريات المهمة المقامة في بغداد؟ ليش ما نشوف هذا المؤتمر الصحفي يكون هو يعني فرض على كل الأندية انه تقيم مؤتمرات صحفية قبل مبارياتها؟ ليش بس نفط ميسان يقيم مؤتمر صحفي حلو يجمع به مدربي الفريقين إضافة إلى الكباتن من الفريقين يجاوبون على أسئلة الصحفيين؟ خلينا نشوف تصريح الكابتن راضي شنيشل مدرب فريق نفط أو مدرب فريق نفط الوسط نعم بخصوص هذه الظاهرة الجميلة. والله أنا ليش أتكلم بالموضوع هذا؟ موضوع طبعا حضاري ويجب أن طبعا الاتحاد هو اللي يكون مسؤول على هذه العملية، ويجب أن يضع شروط على كل نادي تكون في المباراة انه يكون مؤتمر صحفي قبل المباراة، واي مدرب او اي لاعب مدرب اول ما يحضر او ما يحضر اي لاعب او اي نادي ما يحضر يتعرض الى عقوبة مادية. فهذا جميل ليش؟ لانه هذا المؤتمر ينطي وجهة نظر للاعلام ممكن تأخذ ولا ان تبث في اسرع وقت على التواصل الاجتماعي. فاشكركم طبعا شكر جزيل، وما اعرف يعني بعض الاندية الاخرى ممكن تعمل بهذا الجانب، اما كمكان يعني يعتبر مثالي كأجواء مثالية كترتيب أنا أعتقد يعني شكر وتقدير لحضراتكم على هذه. إذا أحبة المشاهدين تكلمنا قبل شوية عن بطولة غرب آسيا، خاصة عندنا كان خبر في نشرة أخبار الثامنة يتحدث عن بطولة غرب آسيا وكيف أن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم قرر زرع مجموعتين، يعني توزيع المنتخبات على مجموعتين قبل أو بدون قرعة. الاتحاد هو يزرع المنتخبات في هذه المجموعتين لأنه بطولة يعني أشبه بالودية، لهذا ما يريد يعني أحد المنتخبات يزعل. اليوم أحد المنتخبات مثلا يريد يلعب بأربيل، أو بعض المنتخبات مثل تروح تلعب ملعب كربلاء تلعب هنا بأربيل، لهذا الاتحاد العراقي يشوف أنه ما بها يعني ماكو ضير في هذه الجزئية من هذا الموضوع، فراح يزرع المنتخبات على المجموعتين بدون قرعة. اليوم أنت تلعب أربيل خلاص أبقى ألعب هنا بأربيل، أكو منتخبات تروح تلعب كربلاء خلي تروح تلعب كربلاء، يعني بالاتفاق في مجموعتين. خلينا نشوف تصريح
عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة قدم السيد فالح موسى بما يخص البطولة وتاريخ إقامتها. تحدث عن منتخبات التي تشارك في بطولة غرب آسيا، ومن من منتخبات أرسل موافقة بداية، وأيضا يعني العراق مدى جهوزية العراق اليوم؟ أول شيء نحكي عن الجهوزية أفضل وبعدين ندخل في المنتخبات اللي تشارك. أولا العراق يعني كاتحاد عراقي من وقت يعني شكلنا لجنتين، لجنة في أربيل ولجنة في كربلاء، لأن يعني تعرف البطولة ستقام في محافظتين عراقيتين في أربيل وفي كربلاء. الاتحاد متواصل مع وزارة شباب الرياضة، اليوم الاتحاد بمفرده بالتأكيد غير يعني قادر بشكل كامل عن تغطية كافة الجوانب التنظيمية اللي يحتاجها لنجاح هذه البطولة. تواصلنا مستمر مع وزارة شباب الرياضة ممثلة بمعالي السيد الوزير، السيد الوزير متعاون جدا مع الاتحاد في هذا الأمور وأبدى رغبته واستعداده الكامل لمساعدة الاتحاد في كل ما يحتاجه من أجل أنه تنجح هذه البطولة. المنتخبات اللي مشاركة هي 9 منتخبات، يعني أول مرة تقريبا بطولة بهذا الحجم بهذا العدد الكبير من المنتخبات سيتم تنظيمها بالعراق في محافظتين عراقيتين. لذلك أنا أقول يعني ستكون في مجموعة في كربلاء ومجموعة في أربيل، إن كاتحاد أكملنا كافة الأمور اللوجستية والتنظيمية اللي تختص بنا كاتحاد لتنظيم هذه البطولة. بالتأكيد يعني المستجدات الأخرى نتواصل مع الجهات الحكومية الراعية والساندة إن كاتحاد من أجل تنظيم هذه البطولة. لجنة عليا موجودة الآن للتنسيق فيما بين اللجنتين في أربيل وكربلاء من أجل أنه نوصل إلى مرحلة الجاهزية في استقبال المنتخبات وسكنهم وتوفير كل مستلزمات. هل هناك ما يخيف الاتحاد بصراحة؟ لا أبدا نهائيا، هذه البطولة إن شاء الله الكل، هذه ما تعني الاتحاد، البطولة ما تعني الاتحاد فقط وإنما تعني دولة العراق. اليوم البطولة عندما تطلق عندما تجي المنتخبات ما تقول أنا رايح للاتحاد ولا تقول أنا راح ينظم الاتحاد، وإنما العراق سينظم هذه البطولة. يجب أن نستثمر هذه الفرصة وهذا الوقت، لأنه تعرف اليوم إحنا نطالب دائما برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية. عندما يشاهد الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي مدى دقة التنظيم وهذه المنتخبات بحضورها بثقلها موجود في العراق، بالتأكيد سيكون عامل مساعد على نجاح العراق في تنظيم بطولات أخرى واستضافة مباريات تصفيات كأس العالم. أعتقد أنه العراق سيوفق في استضافة الفرق. إذن أحبتي المشاهدين نروح لمتابعتنا الأخرى لحلقة هذا اليوم. اليوم الشارع الرياضي الكل اليوم يتحدث عن موضوع النزاهة و72 لاعب اللي طلبتهم النزاهة أو طلبت مستمسكاتهم الأصولية أو الثبوتية اللي تثبت أنه أعمارهم صحيحة. اليوم الشارع الرياضي منقسم على نفسه، قسم يؤيد الكشف عن المزورين في أعمارهم في قوائم منتخباتنا الوطنية، والقسم الآخر يقول أنه يعني مو وقتها، ما يصير نغسل نشر غسيلنا ونفضح نفسنا، وهذا سمعة وطن وسمعة منتخباتنا الوطنية وبالتالي راح تأثر حتى على استعداداتنا لتصفيات كأس العالم. اليوم إذا أكو إشكالية بقسم من لاعبي منتخباتنا الوطنية أو منتخبنا الوطني بالتحديد، يعني المدرب حقه اليوم من يقلق بخصوص مستقبل المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، لأنه إذا راح من عنده مثلا 5 إلى 10 لاعبين من لاعبي المنتخب الوطني يجوز كلهم ذولي أساسيين، إذا راح يوقع المدرب في مأزق ومشكلة حقيقية. خلينا نشوف هذا الاستطلاع عن هذا الموضوع ومن ثم لنا عودة. صح الموضوع، ما هو مصير المنتخب الوطني برأيكم اليوم؟ والله مع الأسف توصل الأمور لهكذا أمور، لأن تعرف المنتخب الوطني هي ثروة للبلد، يعني هذا التشكك وهذا الأمور اللي إحنا ضد هذا الموضوع. نتمنى أن يكون الأمور طبيعية وتكون بالاتجاه صح، يجب أن يكون هناك تدخل حكومي من أجل وضع الطبيعي للكرة العراقية، لأن تعرف هذا يأثر سلبا على المدرب وعلى مسيرة الكرة العراقية. نتمنى تحل الأمور بشكل إيجابي إن شاء الله. موضوع التزوير موضوع آفة خطيرة كلنا نعرف يعني، وهذا الموضوع أكدنا عليه منذ سنوات، كان كتاباتنا في الصحف في برامج التلفزيون التأكيد على موضوع التزوير. هذا التزوير هذا هو غش وهو استحقاق غير طبيعي، بالمقابل هو قتل المواهب المستحقة. ولذلك شوف الدليل أنه هناك عشرات اللاعبين اللي سرعان ما انقضت فترة إبداعهم، بمقابل هناك لاعبين عالميين ما زالوا مستمرين، لاعبين أوروبيين وآسيويين. أعتقد العراق الآن يمر مرحلة كلش حساسة مهمة جدا، هو القضاء على هذه الآفة سواء من وزارة الشباب أو الأولمبية
علينا التعامل بهذا الموضوع وكشف اللاعبين المزورين وفسح المجال امام الفئات العمريه المناسبه الاعمار اللي تستحق تمثل منتخباتنا بغض النظر عن النتيجه، لان يعني نطمع احرز العراق القاب عديده في بطولات اسيا الناشئين والشباب، ولكن الفشل الذريع مع المنتخبات الوطنيه للكبار، اتمنى ان يكون هناك تعاون بين الاتحاد والهيئات المختصه بدوائر الجنسيه للقضاء على هذه الحاله. شكرا جزيلا لك حبيبي. يعني بصراحة القائمة صدرت بتوقيت غير مناسب لأن العدد قليل، ومن تاريخ مشاركة العراق في منتخبات الفئات العمرية من 76 لحد الآن جميع اللاعبين هم خارج السن المقرر. المنتخب الوطني مقبل على مشاركة مهمة هي تصفيات المونديال، ومحتاجين لقدرات ومواهب وطاقات أي لاعب، وبالتالي على الحكومة المركزية، على اتحاد كرة القدم، على الجميع تفكيك هذه الأزمة وإخراج اللاعبين من هذه الورطة اللي يشترك فيها الكل، ولا يمكن تحديد قائمة واحدة. لو أردنا تحقيق العدالة فالجميع مشمولين بهذه الإشكالية وهي معروفة للجميع. لذلك على اتحاد كرة القدم التحرك بقوة من أجل إنقاذ اللاعبين من هذه الورطة لكي يكونوا بأتم الجاهزية للجوانب الفنية، وعدم إشراكهم في إشكالات هم في غنى عنها، خاصة عندما تتعلق الأمور في الجانب النزاهة والأوراق الثبوتية والمستمسكات الأصولية. الجميع طبعا هو شارك في هذه الخطأ. نحن مع بناء منتخبات فئات عمرية بأعمار صحيحة، ولكن نبدأ من منتخبات الفئات العمرية الحالية مع حسن كمال، عماد محمد، قحطان شثير، شهد، هذه البداية تكون صحيحة. أما أن نشتغل على المنتخب الوطني، أحبة المشاهدين، حقيقة نتمنى أنه ما نكبر موضوع اللاعبين 72 وموضوع النزاهة، لأنه الغالبية أعمارهم حقيقية ما راح تأثر عن استعدادات منتخبنا الوطني إن شاء الله. خلي نروح أيضا لاستطلاع آخر أجراه الزميل علي الحسني بما يخص الدوري العراقي الممتاز وطول الدوري اللي تجاوز يعني راح يصير له سنة، بدينا من الشهر العاشر وهذا الشهر العاشر راح يصير له سنة. خلينا نشوف هذا الاستطلاع اللي أجراه زميل علي الحسني. هو تسميت الدوري الفصول الأربعة، يعني كيف تنتهي الفصول الأربعة؟ هناك اشترار لهذه الفصول. أعتقد أنه أطول دوري بالعالم هو دورينا، أعتقد يحتاج إلى تقنين، أعتقد يحتاج إلى أن تقلص عدد الفرق، أعتقد يحتاج إلى دراسة قبل بداية الدوري. يعني أنا واحد من الناس اللي أستغرب كيف أنه مثلا قائمين على كرة القدم العراقية يفكرون في أنه يلعب لاعب كرة قدم في تحت درجة حرارة 50. يعني أنا اليوم الصبح كنت أقرأ حول مسألة الدوري، لاعب يمكن من الصناعات الكهربائية فاقد الوعي وناقلين المستشفى نتيجة الحرارة. فأعتقد أنه مصلحة اللاعب، مصلحة الكرة العراقية في تطور مستواها يجب أن يؤخذ بهذا الأمر، لأنه إذا لاحظت وهذا الأمر للمختصين، دول الشمال تتفوق على دول الجنوب نتيجة الجو. المسؤول اتحاد كرة القدم، وأنا واقف صومعة اتحاد كرة القدم، المسؤول الأول والأخير لجنة مسابقات اتحاد كرة القدم، هم يمكن واقفين دائر مدائرة كلهم يسمعوني. المسؤول اتحاد كرة القدم، لا تقول لي من المسؤول، الأندية ما لها علاقة، الأندية تلعب الدوري تحت خيمة اتحاد كرة القدم. بصراحة الدوري العراقي منذ 2003 ولحد الآن لم يكن دوريا منظما ولا منتظما، ولا ينتهي بموعد ولا يبدأ بموعد. لهذا كان دورينا لهذا العام هو انعكاس طبيعي للوضع العام وللمشاكل والتخلف مما تسبب في وصول الدوري إلى منتصف أو إلى منتصف الصيف، وربما سيعبر إلى أكثر من منتصف الصيف. على هذا الأساس كرة القدم العراقية يجب أن تعيد النظر بمنهجها وسياستها، فهل يستطيع
اللاعب الكروي العراقي أن يلعب في ظل درجة حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، أنه أمر فيه الكثير من الأخطاء والخطورة والآثار السلبية على الصحة وعلى المستوى وعلى الوضع النفسي وعلى كفاءة اللاعبين وأدائهم. لذا أقول الدوري يعيش في أزمة ولا خيار إلا بحل هذه الأزمة، والاتحاد غير قادر على حل الأزمة لأنه يحاول أن يحابي الكثير من الفرق ويسايرها ويمشي على هواها من حيث التأجيلات المستمرة وإبعاد المواعيد وإيقاف الدوري، وهذه كلها عوامل مسيئة للدوري، بينما العالم يبدأ في فترة وينتهي في فترة ويلعب بطولات ونتائج وإنجازات وكثير من الأمور التي تحقق لكرة القدم فيها النجاح. أما عندنا في العراق فليس أمام. شكرا شكرا. كمدربين اليوم كيف تنظرون إلى الدوري العراقي، دوري الفصول الأربعة؟ يعني هل هذا دوري، هل متى سينتهي الدوري برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تحياتي لكم ولقناتكم الموقرة. بصراحة هذا أخذ كثير من السجال والكلام حول الوقت وتأخر الدوري. يمكن أنا ذاك اليوم في إحدى القنوات تكلمت على هذا الجانب، بس هو مو مبرر للاتحاد، لكن احنا عندنا 20 فريق، إذا على مرحلتين يحتاج إلى فترة، إذا ما عندنا مناسبات دينية وإذا ما عندنا مباريات مشاركة منتخباتنا ممكن يخلص الدوري يمكن بشهر الخامس. لكن احنا بصراحة يعني احنا عندنا أمور تضغط، يعني مجبر الاتحاد أنه يأجل مثل المباريات المنتخب عنده بها مشاركة. ليش؟ لأنه أحد الأندية عنده 8 لاعبين ولاعبين أساسيين، أكو أندية عندها 6 لاعبين، أكو أندية عندها 4 لاعبين، يقول لك أنا صرف ملايين الدولارات على هذول اللاعبين وعلى عقودهم، فمن حقي أنه أخذ دوري، من حقي طموحي أنه أخذ الكاس، فكيف يصير إن أنا المشكلة أنه الفريق إذا خسر بسبب مشاركة لاعبيه بالمنتخب لح تصير إشكالات كبيرة، ولهذا أنه الاتحاد مجبر يأجل. نجي على المناسبات الدينية، الزيارات مثل ما تعرف هذا مجبر الاتحاد أن يوقف لأن الطرق تنسد، الخطة الأمنية غير شكل تكون، فهاي الأمور بالضبط خارج. أنا قلت يعني مو مبرر لإخواننا بالتالي، لكن هو خارج نطاق الاتحاد، خارج على طول يتكلمون نعم بالحرب لا التخطيط يصنع ممكن ساند. أقول لك يعني ممكن أنه أنت 16 فريق يكسير، ممكن أنه مباريات أكو بعض التأجيلات هي ما لها مبرر، يعني مثل المباريات الودية للمنتخب، مباراة مو دولية مو رسمية تصير بها، هاي ممكن انه تتقلص وممكن تمشي الدوري وتقلل ويصير كل 5 أيام مباراة مثل ما ماشي. ممكن الاتحاد يتخلص من هاي المعضلة اللي يعتبرها معضلة. وايضا احبة المشاهدين، احتفل الزميل الصحفي الرياضي علي رياح باصدار كتاب الجديد مؤيد البدري ذاكرة وذكريات. طبعا هذا الحفل حضر نخبة كبيرة من نجوم الرياضة وأيضا الزملاء الصحفيين، وأيضا كان هناك قامات رياضية موجودة في هذا الاحتفال اللي كلهم يكونون للقامة الرياضية الكبيرة علي رياح الحب والاحترام. إذن خلي نشوف تصريح أيضا للزميل الصحفي علي رياح عن إصدار هذا الكتاب وأيضاً بعض الأمور المهمة. أستاذ، إضافة كبيرة للمكتبة الرياضية العراقية بكتاب جديد لحضرتك اليوم يلخص حياة الكبير معلق مؤيد البدري، نتحدث عن نبذة عن هذا الكتاب، عن أهمية هذا الكتاب، ما يحوي هذا الكتاب اليوم؟ طبعاً هي محاولة لاستذكار قامة وقيمة رياضية كبرى بالنسبة للعراق وحتى على المستوى العربي والآسيوي. مؤيد البدري شخصية عامة وشخصية رياضية وشخصية مجتمعية كبيرة لن يمحى أثرها على مر العصور.
اليوم كان توقيع الكتاب هو حقيقة مناسبة سعيدة، مناسبة استثنائية في ظل الظرف الصعب اللي تعيش الرياضة العراقية، الاختلاف والخلاف والتشظي حتى بين يعني أقطاب الرياضة. وجدناها فرصة لم شمل الأسرة الرياضية على كلمة محبة للأستاذ البدري والقول تحية لك أبا زيدون وأنت في شدتك الصحية أطال الله في عمرك. أنا من ناحيتي حاولت في هذا الكتاب أن نجمع شتات حواراتي العديدة مع الأستاذ البدري، المقالات التي كتبتها عنه، أيضا يعني كل المواقف النقدية التي مرت خلال عملي في مجال الصحافة والتلفزيون، وقد عملت يعني بصحبته وكان أستاذي في هذه المجالات. كل هذا يشكل حصاد، أنا أفترض أو أزعم أنه يسلط جانب من الضوء على شخصية البدري، وهي شخصية ثرية وواسعة المدى ولا يمكن وضعها بين دفتي كتاب. هل يوجد في الكتاب يعني ما يجذب الناظرين القراء اليوم؟ هل هناك أسرار؟ هل هناك خفايا لم تعلن لم تسمع سابقا؟ نعم، أعتقد أن هنالك الجديد في هذا الكتاب هو ليس كتاب انطباعي من ناحية اتجاه شخصية البدري، وإنما أيضا يحوي على الكثير من المواقف والمعلومات والطرائف، المواقف المحرجة والمحزنة والمفرحة التي ربما يجد فيها القارئ أو ابن الرياضة ما يسلط ضوء على شخصية البدري، الشخصية التي كانت بعيدة عن الإعلام، كان يعني لا يميل إلى إجراء اللقاءات أو يكون في الشاشة أو في المشهد، لكن أنا استطعت من خلال حواراتي معه على مدى طويل أن أجمع كل هذا في هذا الكتاب، وأتمنى أن يجد القبول والاستحسان لدى القارئ. شكرا. مشاهدين، كل التمنيات للأستاذ علي رياح. نروح لدوري كرة الطائرة المؤهل إلى الدور الممتاز، حيث فاز نادي الدغارة ببطاقة العبور إلى الدور الممتاز، بينما خسر فريق نادي هيد هذه الفرصة بعد أنه ما حالف الحظ، وبالتالي خسر مباراتين من مجموع 4 مباريات، بينما استطاع نادي الدغارة التأهل إلى الدوري الممتاز عبر هذه المجموعة. وأيضا أحبة المشاهدين، عندنا نادي الكوت أيضا تعاقد مع اللاعب نادي الكوت السابق مهند مهدي ليكون مساعد للمدرب الحالي لقيادة فريق نادي الكوت في الدوري التأهيل المؤهل إلى الدوري الممتاز. كل التمنيات لنادي الكوت وهو يخوض غمار هذه التصفيات، ويا ربي أنه نشوف نادي الكوت موجود في الدوري الممتاز في الموسم المقبل. إذن أحبة المشاهدين، فقرتنا الأخيرة لحلقة هذا اليوم هو نجم من نجوم الرياضة العراقية. هاي الفقرة راح تكون متواجدة ويانا حتى في برنامجنا الجديد، وهي لقاء قصير مع أحد المواهب العراقية سواء كان في كرة القدم أو في شتى الألعاب. اليوم ضيف هذه الفقرة هو لاعب نادي دوكان الكابتن نجاح كريم. خلي نشوف هذه المقتطفات من هذا اللقاء ومن ثم لنا عودة. سؤالنا يا كابتن، في أي سنة بدأت مسيرتك الكروية ومع أي فريق؟ في سنة 1998 مع فريق سالم الخالدة. سؤالنا الثاني يا كابتن، من هو أول نادي لعبت معه؟ نادي الروضتين. سؤالنا الثالث يا كابتن، منتخبك المفضل؟ فرنسا. سؤالنا الثالث يا كابتن، نادي المفضل محليا. عالمية. ريال مدريد. سؤالنا الخامس يا كابتن، لاعبك المفضل محليا. نشأتك. عالمية. كريستيانو رونالدو. سؤالنا السادس يا كابتن، أكثر لاعب تشتاق له؟ الحارس أمجد سالم. سؤالنا السابع يا كابتن، نادي تتمنى اللعب معه؟ سؤالنا الثامن يا كابتن، هدف تتمنى للسجلته وأنت؟ هدفي ومسمحمود كأس آسيا ضد السعودية. سؤالنا التاسع يا كابتن، ما هي وجدك القادم؟ بالدوري الكردستاني في الشمال. العاشر يا كابتن، متى تتزوج؟ قريب كلش. إذن شكرا للأخوة والزملاء عباس سعيد وجمال رعد الويسي لرفدهم البرنامج بالعديد من الأخبار الرياضية اللي تخص شتى الألعاب
المتابعة من قبل الجمهور الرياضي. إذن أحبة المشاهدين هكذا قد وصلنا إلى مسك ختام هذه الحلقة. طبعا هذه الفقرة الأخيرة اللي تكون لقاء مع أحد نجومنا الشباب راح تكون بالتعاون مع أحد المواقع الرياضية المهمة اللي راح نفصح عنها إن شاء الله في قادم الحلقات. يا ربي إن شاء الله نكون يعني وفقنا في تقديم فد شيء محبب للجمهور، فد شيء يخدم الرياضة العراقية طيلة الفترة المضت 5 سنوات من عمر البرنامج انتهى اليوم. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم مادة دسمة للجمهور، وأيضا مادة تخدم الرياضة العراقية. إذا قصرنا إن شاء الله يا ربي في البرنامج الجديد إن شاء الله نحاول أنه نكون خفيفي الظل، وبالتالي نخدم الرياضة العراقية من خلال طرح المشاكل والقضايا اللي تخص الشأن الرياضي العراقي، وبالتالي إيجاد الحلول الناجعة لهذه المشاكل. أحبة المشاهدين، حتى نلتقيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة، حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.